بظروف اصعب من السنين اللي قبلها. يعني اليوم الصبح بتقول بعد 41 سنه من اغتيال الشيخ مجيد الحميد ومحاوله اغتيال القضيه والحل الوطني. كلمه بس وكلمه واحده، وخاصه على انهم هلا عن هيدي المقابله اللي هالغريب، ما فيني الا اقول كلمه واحده، انه بشير علمنا كيف تكون الصمود، كيف تكون المقاومه، كيف تكون الدفاع عن الكرامه والحريه. واليوم بعد 41 سنه نزل نوقف قدام هذا الضريح لنستمد كل القوه، كل الشجاعه، كل العنفوان، لنيجي نقول لجيل جديد وللشباب ولكل واحد يمكن كان يعرف بشير او ما بيعرفه، بقول له انه هيدا البلد بيستحق تضحيات كل شبابه كرمال نرجع نحسنه ونرجع نوقفه على رجليه. ونحن اليوم المسيره يلي اسسها بشير، المسيره يلي اطلقها بشير، نحن اليوم قاعدين نكملها ورح نكملها ورح نحقق له حلمه. اذا مش نحن جيل من بعدنا، نحن اهميه دورنا هو بالقليله بالقليله نمرق هذا المشعل من جيل الى جيل، ونضل مرسخين فينا ايماننا بالقضيه، ايماننا بهذا الوطن، ايماننا بهيدي الارض، هيدي الارض يلي اعطيناها كثير من القديسين، كثير من الشهداء، كثير من العظماء، كثير من رجال الدوله يلي بنفتخر فيهم من العمالقه بهذا البلد. هيدا اللي نحن جايين ندافع عنه وهيدا اللي مستمرين عليه. بيبقى بشير حي فينا. اكيد بيبقى بشير حي فينا.